اهلا بكم في كورس انشاء مدونات بلوجر والربح منها. طبعا بهذا الكورس راح ناخذكم برحلة عملية تطبيقية متكاملة لانشاء مدونة احترافية على منصة بلوجر، ومن ثم راح نتعلم كيفية اضافة هذه المدونة الى منصة ادسنس الشهيرة، واللي من خلالها راح نقدر نكسب الربح. طبعا اكيد راح تتخلل الرحلة الكثير من المواضيع المهمة، واللي هي كيفية حجز الدومين وتركيب قالب احترافي على المدونة، وايضا راح نتعرف على اكثر المواضيع اللي ممكن ان تدر علينا ارباح كثيرة، واللي قد تصل الى اكثر من ربع مليون دولار سنويا. بالاضافة الى ذلك راح نتعلم كيفية تأليف المقالات بالذكاء الصناعي، وتصميم الصور الخاصة بالمقالات عبر منصة كانفا، وكذلك راح نتعلم كيفية إنشاء شعار احترافي للمنصة. رافقونا بأقوى كورس عربي لشرح الربح عبر مدونات بلوجر.